اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي ونجم هذه الفقره النجم الكبير كابتن احمد فوزي. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي يا كابتن اسلام، ازي صحتك؟ انت اخبارك ايه؟ ربنا يعزك. الله يكرمك. الحمد لله زي الفل يا حبيبي، ربنا يكرمك. الحمد لله. شايف الدوري ازاي؟ دايما انا عارف لك اراء مختلفه من يعني البدايه كده. البدايه مش مقلقه قوي يمكن. في الاول خالص اول اسبوع شفنا على فكره التصوير يعني يعتبر تحسن كتير جدا 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 عن السنه اللي فاتت او السنين اللي فاتت عامه. تصوير المباريات زود الدقه في احتساب الفاولات، وتزود الدقه في احتساب الحاجات اللي الفار بيرجع لها، ودي كانت مشكله عندنا كبيره جدا. وحتى الخطوط في مشكله لسه في الخطوط بتتعمل يدوي مش اوتوماتيكالي، ولكن احسن يعني. خلاك انت وانت بتتفرج النهارده في ضربه جزاء لفيوتشر، لو التصوير مش بالدقه دي وبالريزوليوشن العالي مش حسب. ما كانتش اتحسبت. دي حاجه. ضربه جزاء الزمالك امبارح اللي كان عليها لغط كبير، اعتقد لو التصوير مش بالجوده دي ما كانش هيبقى فيه اللغط دون عليها. فالتصوير دي حاجه ايجابيه. يمكن الاختصارات الانديه كانت عامله مشكله كبيره جدا، وشايف ان هي كانت قصه واعتقد خلصنا منها على خير. بالنسبه للانديه، بص، في انديه باديه كويس جدا، وفي انديه باديه مش على القدر المأمول. يعني انا شايف ان في بدايات، مثلا فرقه زي الداخليه بدايات هايله جدا النهارده. صحيح خسروا، ولكن هم عملوا جيم كبير جدا قدام فرقه كبيره زي فيوتشر. كانوا تعادلوا، كانوا كسبانين، وبعدين المودرن 2-1. فاعتقد فرقه ماشيه كويس. المصري بدايته مش كويسه. سموحه يعني مش هقول استفاق، لان الماتش اللي فات الجونه خطفت التعادل في اخر دقيقه 97. فاعتقد لا يعني مكسبه طبيعي. البلديه ابتدى كويس جدا النهارده، طبعا اعتقد النهارده مش يومه خالص. صح خالص. صح. ممكن نقول الاسماعيلي بدايته كانت سيئه، ولكن لسه بدري. زد ماشي. خلي بالك الفرق اللي طالعه من تحت مش طالعه عشان تنزل، زي ما كل سنه بنقول الفرق اللي صاعده هي اللي هتهبط. لا، انا شايف الحقيقه كويسين، والبلديه كويسه يعني. وان هي تجيب ثلاث نقاط من فرقه زي المقاولين، اعتقد في ملعب المقاولين حاجه ايجابيه جدا. احنا بنتكلم على طبعا الاهلي ما شاء الله في حته تانية. بدايات بيراميدز عاديه جدا، ويتعادل مع الزمالك وانه يكسب. صحيح مكسب كان صعب جدا على البنك الاهلي بهدف، ولكن بيراميدز المفترض انه السكواد بتاعه يخليه في حته تانية اكتر من كده. انا شايف انه لسه في البدايات برضو، والمشكله ان احنا في اول الدوري الفرق اللي بتبتدي قويه مع توالي المباريات وطول الموسم بتقع. صحيح، لان طول الموسم بيزود اللود على اللعيبه، فبيتخلي الناحيه البدنيه عند فتره معينه لو ما فيش تقنين للاحمال، وخاصه من اول شهر 2-3-4 وانت طالع، لو ما فيش تقنين الاحمال بالنسبه للحمل التدريبي اعتقد بتبقى مشكله بالنسبه للجهاز الفني اللي ماسك الفرقه دي. ادي رقم واحد. العكس صحيح، الفرق اللي بتبتدي سيئه مع توالي المباريات بعد رابع خامس مباراه بيحصل انسجام، لان في لعيبه كتير بتيجي. انت عندك فرق بتمشي 25 وتجيب 25، وفرقه بتمشي انت عارف كويس الكلام ده في الدوري المصري. فلازم بيبقى فيه فترة انسجام، ولازم بيبقى فيه فترة علو في الأداء البدني. شايف ان لسه بدري قوي عشان نحكم، ولكن المؤشرات انا شايف ان الدوري مش وحش، وبصراحة في قتال لأخد قتال، مش كورة قد ما هي قتال وروح عاليه. مش هتبان دلوقتي. ماشي، خمس سادس ماتش عشان تعرف. بالظبط كده. صحيح. شايف ان فرقه زي البنك الاهلي بكل اللي جابته دي، جابت لعيبه كبيره جدا بملايين كتيره جدا، وفي الاخر المردود ضعيف جدا. بس انا بالنسبه لي كمان السنه الثانيه على التوالي، خلي بالك، بنفس الطريقه بنفس الشكل، بنفس البدايات، في بنفس البدايات السيئه. لان صحيح. السنه اللي فاتت ختموا، ربنا كرمهم، زي الداخليه السنه اللي فاتت ختموا اخر ثلاث مباريات بمكسب. صحيح. البنك السنه اللي فاتت اخر خمس مباريات كسب ثلاثه وتعادل واحد وقعد بالعافيه. صحيح. فاعتقد البنك برضو بداياته غير مبشره. يمكن يكونوا لسه ما فهموش فاسيليوس وطريقه لعبه، لان المدربين اللي بتبتدي تحب تبتدي اللعب من تحت بتبقى عايزه مساحات من الوقت في تحفيز اللعيبه، مساحات كبيره في الوقت شويه. فممكن صحيح. مع الوقت يتحسن، ولكن اول بصمه ليهم مش ايجابيه، ليست ايجابيه. صحيح. فعشان كده شايف برضو البنك فرقه ما عندها اكتر من كده بكتير، وما قدرتش تمشي بالمردود اللي احنا عايزينه. في المجمل العام انا شايف ان الدوري بداياته كويسه، بس مش هيبان بقى ويحلو غير لما يحصل تواصل اكتر، والمباريات تبقى كل خمس ست ايام والحاجات دي، ويبقى في ترتيب للمباريات شويه. نتمنى
ان كل الماتشات تتذاع، لان في ماتشات احنا بنضطر ندور. لا كل الماتشات بتتذاع. لا في ماتشات بنضطر ندور لها على ملخص. امبارح مثلا النهارده في امبارح كان في ماتشين في وقت واحد، او ماتش يوم ماتش الزمالك وبيراميدز، كان السموحه كانت بتلاعب الجونه في نفس الميعاد. اوكي. وما كانوش متذاعين مع بعض، فانت غصب عنك كمشاهد بتحب تتفرج، عايز تتفرج هنا وهنا وانت بقى كشغلك وكمحلل بتبقى عايز تتفرج على الفرقه كلها. تشوف صحيح. فاعتقد يعني اتمنى الماتشات كلها، خاصة ان احنا لسه في الاول، في ماتشات مؤجلة كتير، مش كل الفرق هتلعب في نفس المواعيد. مظبوط. فاعتقد ان احنا نعمل لكل مباراة ميعاد يبقى حاجة ثابتة وكل الماتشات تتذاع، دي هتبقى حاجة ايجابية. قبل ما اكلمك عن النادي الاهلي، عايز اكلمك عن جمهور النادي الاهلي والملحمه الحقيقه الكبيره اللي عملها جمهور النادي الاهلي حتى الان في حجزه لتذاكر مباراه كاس العالم للانديه. في المباراه الثانيه للنادي الاهلي هيكون طرفها انتظارا لمن سيفوز من اتحاد جده والفريق النيوزيلندي اوكلاند سيتي، والاقرب طبعا اتحاد جده. لكن ملحمه كبيره جدا بتعلمنا قد ايه ان هناك جمهور يساند، هناك جمهور بيدعم، هناك جمهور في كل المواقف انت بتسند عليه. اكيد جمهور الاهلي غير اي جمهور، واكيد شعبيه الاهلي في كل حته غير اي حد. صحيح. انت عندك في السعوديه لو قلت مثلا في نقول مثلا مليون، مثلا مليون مغترب اعتقد هيبقى على الاقل منهم 400 500. انت عارف يعني ايه النهارده في حته متشهره كده على تويتر، انت رقم 173 الف منتظر، رقم 173. عارف يعني ايه واحد بينتظر؟ لا ده دلوقتي مليون ونص. طيب انا الارقام انت عارف دلوقتي يعني قبل ما اخش بنص ساعه. اوكي. بس يعني انت متخيل يعني ايه في الانتظار؟ تفضل قاعد قدام اللابتوب بتاعك او تليفونك لغايه تيجي 173 الف، وفي ناس بتقعد وبيجي لها. صحيح. فانت شوف بقى، انت بتعمل بهجه عند الجمهور وانت رايح السعوديه، بالذات دول الخليج بتعمل للجمهور اللي هناك المغترب بعيد عن مصر، بيبقى حابب يشوف حاجه من ريحه مصر. ويا سلام بقى لو ريحه مصر جت في النادي الاهلي، ده يعني مش عايز اقول لك. فاكيد جمهور النادي الاهلي في كل حته يعني مكسر الدنيا. انت في النمسا واحنا في الاهلي في المعسكر اللي فات ده، نشوف الجمهور اللي جه في الماتش الودي وزعوا الماتش صحيح يعني عمل مخالفات، ما كانش هو المفترض، ماشي ما كانش المفترض، ولكن من حبهم في النادي عايزين يوصلوا للناس صوره عامله ازاي. انت متخيل لما مثلا يجي لك 400 واحد 500 واحد في النمسا، اللي جاي من المانيا واللي جاي من سويسرا واللي جاي من هولندا كله. ليه؟ لان صحيح النمسا متوسطه بلاد كتير، ولكن انت ما تفكرش في كده بس، انت فكر في كميه مسافات السفر اللي انت بتسافرها. الماتش اللي فات بتاع اللي كان بيتلعب في الطائف، اعرف حد من الدمام، ومن الدمام للطائف حوالي مثلا 1000 كيلو اوف، 9 ساعات ونص رايح وتسع ساعات ونص جاي بالعربيه عشان يتفرج على خسر النادي الاهلي، بس هو فرحته بتواجده في مباراه للنادي الاهلي يتفرج عليها النادي الاهلي بالدنيا كلها. فاعتقد يعني مش محتاجين نتكلم على جمهور النادي الاهلي، لان عصب النادي الاهلي في ادارته وفي لعيبته وفي جهازه، عصب النادي الاهلي هو جمهوره حقيقي. فيعني مش محتاج ان انا اتكلم على جمهور النادي الاهلي اللي يتشال على الراس من كل في كل وقت وفي كل زمان. كيف تقيم انطلاقة النادي الأهلي في بداية الدوري أمام النادي المصري برباعية مقابل شيء؟ يعني أعتقد مباراة جيدة جدا جدا جدا، وخلي بالك المباريات اللي بتيجي بعد الهزائم وبالخسائر الكبيرة غالبا من النادي الأهلي حاجة من الاثنين، يعني بتبقى انطلاقة كبيرة. فرقة المصري فرقة كبيرة جدا، مدرب هايل علي ماهر، وكلنا كنا قلقانين من علي ماهر لأنه بيعمل معانا مباريات جيدة. اعتقد فرقته مجمع لعيبه كويسه جدا وجايب لعيبه كتير كانت معاه، فاعتقد لا ده ضاف عليهم كمان واحد زي محمود حماده. يعني الفرقه كانت اعتقد فرقه المصري من احسن الفرق اللي هتعمل موسم كويس، بس مع توالي المباريات انطلاقه هائله، انطلاقه كبيره، لعب وابداع وامتاع واقناع في الاربع اهداف. اعتقد بدايه قويه لرضا سليم، بدايه ممتازه لإمام عاشور، حتى موديست اللي الناس بتتكلم عليه انه ما كانش موفق، ولكن انت لما تيجي تقيم راس حربه تقيمه بالكور اللي راحت له، راحت له واحده بس ضيعها، انما تحركاته بيوسع ازاي للهافين اللي جايين من النواحي العكسيه. يعني خلي بالك اهداف النادي الاهلي كلها من نواحي عكسيه، لو موديست موجود في الناحيه العكسيه اللي عند تاودي مثلا، هو دلوقتي واخد السرد باك ورايح فين يا كابتن؟ واخد السرد باك وطلع بره الناحيه الثانيه خالص، موسع لمين؟ موسع لتاو عشان يسيب له مساحه يشتغل في ناحيته. يعني خلي بالك برضو الجمهور، الجمهور الاهلي فاهم الكلام ده كويس، ولكن انا اقصد ان في جمهور ما بياخدش باله من مثل هذه الامور، مثل هذه التحركات. هو اللي في الاخر يهمه ايه؟
انه يجيب جون. مش لازم كل كره تجيب جون. انت عندك يعني في لعيبه كبيره يعني فلافيو قعد مثلا في النادي الاهلي ما يجيبش جون ولعيب كبير مزبوط. وكان بيعمل اكتر ما بيجيب مزبوط. ماشي. فانت التحركات بتاعت الراس حربه بتبين لك هو بيتحرك ازاي. الكره لما تبقى على وتوصل على الخط هو امتى هيقطع لقدام عشان يسرق السيرد باك ويسرق حارس المرمى. لا طب الكره في نص عند نص ال 18 انا هروح واخد التحركات بتاعت الراس حربه دي هي اللي تقدر تحدد لك امكانياته. كون انه بيوصل دي حاجه ايجابيه. امتى هيجيب؟ لما التوفيق يجي معاه. انما واحد بامكانيات موديست انا شايف انه ان شاء الله هيبقى حاجه مميزه. بدايه ولا اروع على تاو. من ثلاث سنين ما شفناش تاو كده في مباراه الاسماعيلي البدايه السنه اللي قبل اللي فاتت اول سنه جه فيها. ومستر كان موسيماني جابه قبل بدايه الدوري ب 10 ايام ولعبه اول مباراه واحرز هدفين قدام الاسماعيلي انا فاكر تحديدا. وكسبنا 4-0 برضو والمباراه كانت في برج العرب خلي بالك. ده يعني تقريبا برج العرب بشر خير بالنسبه لتاو لبدايه بالظبط. فتاو ابتدى هايل. شايف ان ثنائيه محمد عبد المنعم ورامي ربيعه ثنائيه جيده جدا ولكن ينقصها يعني ايه مش الروح ولا الحماس. ينقص يعني انا شايف ان في سنه تعالي بالامانه. اتفضل. يعني ده سن التعالي شويه على الكوره من الاثنين وان كان من محمد عبد المنعم اكتر. لعيب كبير وامكانياته كبيره ولكن لو النقطه دي راحت من عنده هو عنده ثقه في نفسه دي حاجه ايجابيه واحنا نتمناها في كل لعيبه. ولكن في بعض الاوقات بتعمل مشاكل. شايف ان عبد القادر للمباراه الماتش اللي فات طبعا في افريقيا ولكن مباراتين ورا بعض بينزل اخر 10 دقائق مباراه يحرز هدف فيها والمباراه الثانيه يتسبب في هدف او اثنين دي حاجه ايجابيه جدا لعبد القادر اللي مش متعود انه يقعد احتياطي فلما يقعد يموت نفسه. شايف ان نقطه مهمه جدا 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 كنت اتمنى اشوفها السنه اللي فاتت مع كولر بس السنه دي واضحه الجبهات بمعنى شغل الباك رايت مع الهاف رايت مع الديفندر ناحيه اليمين وبيميل عليهم الراس حربه وان حسين يخش او الناحيه الثانيه او رضا سليم يخش كراس حربه. الكلام ده ما كانش موجود في النادي الاهلي من فترات كبيره. النهارده بتشوف هاني بيشتغل على طول مع تاو بتلاقي ديانج بيتحرك في ظهر تاو وتاو هو اللي بيخش لجوه موديست بيقرب حسين الشحات في الظهر الناحيه الثانيه تعالى الناحيه دي الناحيه اليمين يمكن تكون هجوميا ودفاعيا احسن. مفيش كروسات مظبوطه شويه من ناحيه يمين ولكن لما تيجي تتكلم من ناحيه شمال لا انت عندك بقى حدث ولا حرج في الناحيه الهجوميه. علي معلول مع امام مع سواء حسين او سواء رضا سليم الثلاثي ده هايل في الناحيه الهجوميه تحديدا. يمكن علي معلول الناس بتتكلم ان في عندنا مشكله دفاعيه. عارفين اصل المشكله الدفاعيه في ايه؟ مش في علي قوي. اصل المشكله الدفاعيه من وجهه نظري في غياب حمدي فتحي لان على طول لما كان علي معلول بيطير كان حمدي فتحي هو اللي بيقف في هذه المنطقه. تمام. صحيح. دلوقتي امام بيطير مع مين؟ مع علي. فالحته دي فاضيه. اعتقد ان اكتر واحد المفروض يغطيها في الوضع ده هو مروان عطيه وينزل ديانج من الناحيه الثانيه. فهي بس عمليه ترحيل مش اكتر. انما هجوميا حدث ولا حرج عن الجبهه اليسرى. من القلب تحركات كتير جدا بتحصل في القلب وخصوصا مع اختراق حسين او رضا سليم لجوه وتاو لجوه مع الكوع العكسيه. اعتقد شغل كولر باين جدا 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 في البدايات. نتمنى التوفيق ونتمنى انه يشتغل عليه اكتر من كده ويلاقي حل للناحيه الدفاعيه من ناحيه الشمال شويه اللي هي ناحيه اذا كان بقى عبد المنعم ولا معلول ولا امام ولا رضا سليم او حسين شحات. ما نسيت اتكلم على حسين. اتفضل. مهما راح ومهما جه حسين لعيب حسين لعيب كبير ولعيب مهم وعنده قدرات فنيه عاليه جدا. ممكن ماتش 2-3 ما تمشيش معاه انما في الاول وفي الاخر الولد لعيب كبير ولعيب مهم وبيقدر يخلص لنا ماتشات كتير. واعتقد الافتتاحيه اللي عملها امبارح كانت هايله وهدفين ولا اروع خاصه الهدف الاولاني تفاهم كبير جدا. انا لسه كنت هسالك بقى عن هذه المباراه مباراه سان جورج وفوز النادي الاهلي على سان جورج بثلاثيه مقابل صفر في مباراه الذهاب اللي هي تعتبر في اثيوبيا بعد رفض الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي يعني اللعب المباراه في اثيوبيا فلعبنا في مصر. طيب اعتقد بدايه مبشره جدا للنادي الاهلي في افريقيا. البدايات السعيده دايما ما تصنع النهايات السعيده واعتقد النادي الاهلي بدايته كانت سعيده في المباراه اللي فاتت. مباراه خارج ارضك تعتبر حتى لو لعبتها على ارضك ولكن في السكور شيت هي خارج ارضك. الاهلي قدم مباراه هايله جدا يمكن
مش على احنا كنا نتمنى انه يبقى الغزاره التهديفيه اكتر من كده، ولكن بدايات بتبقى مؤشرات لما هو قادم ان شاء الله. واعتقد البدايات كانت قويه، نفس طريقه اللعب ونفس الفكر في غياب مودست وغياب رضا سليم وكهرباء. لا كهرباء موجود في الماتش الافريقي في غياب الاثنين. انا قصدي ايه، ان احنا ابتدينا الدوري وابتدينا بطوله افريقيا وابتدينا السوبر بنفس القصه، رضا سليم ناحيه الشمال، مودست كان مكانه كهرباء، ولكن دول غابوا، اللي لعب مكانه ادوا نفس الاداء بالظبط ونفس الادوار بنفس التاكتكس والتحركات. فاعتقد دي حاجه ايجابيه بالنسبه لمستر كولر. نتمنى ان الشغل يكمل عليها زي ما هي كده، وان شاء الله يبقى في تقدم. عايز اشيد بكوكا الراجل بقى نص الملعب، الولد بقى الراجل بقى عنده ثقه كبيره جدا في كوكا، بيبتدي بيه في ماتش المصري وبيقدم اداء ولا اروع، ينزله امبارح اول امبارح والولد يبقى ماشي كويس جدا، ويربط مكان مروان اللي كنا بنلاقي له بنلاقي مشكله ان احنا نلاقي حد يغير مكان مروان. فاعتقد دي ثقه كبيره جدا من مستر كولر في كوكا. اعتقد لا ان شاء الله خير، نتمنى التوفيق وان الاداء يمشي على هذا على هذا المنوال. يعني هل بتشوف ان كولر اختلف اداؤه من الناحيه الايجابيه، تطور اداء كولر نفسه في اختياراته حتى للاعبين في طريقه تدريبه، في يعني امبارح عمل او عمل بعد المباراه للاعيبه اللي ما لعبتش مباراه سان جورج، عمل لهم مباراه وديه بينهم وبين بعض يعني، ولكن هي في النهايه حاجه تجربيه تبقى تقسيمه، احنا بنقول تقسيمه اه، لكن هي في النهايه اختلاف في يعني دايما ما بنشوفش، انا ما بشوفش ان كولر واحد من المدربين النمطيين اللي هو النهارده هنعمل تقسيمه، بكره هنعمل بدني، بعده هنعمل راحه، بعده في ناس كده، لكن لا هو بيعمل على حسب اللي هو شايفه فرقته محتاجاه. اكيد قصه يعني الحمل التدريبي دي بتاعته اكيد يعني حاجه، يعني حاجه هو ماشي عليها، واكيد في معد بدني وبيقول له كل حاجه، وانت عارف ان التقسيمه دي بتبقى اعلى حاجه في الكوره، خصوصا لما تبقى التقسيمه بين فريقين او ماتش او مباراه بتبقى اقوى حاجه بدنيه على اللعيب. مستر كولر اعتقد في الناحيه الخططيه انا شايف ان في تغيير كبير جدا حصل. كنا بنلعب 4-3-3 فلات السنه اللي فاتت، السنه دي ما بنلعبهاش فلات، بنلعب 6 و8، يعني حتى ديانج وهو موجود جنب مروان عطيه ما بيلعبش 6 جنبه، بيلعب 8 وبيطير على طول ناحيه اليمين، الناحيه الثانيه امام بيلعب 8 مهم جدا، 6 مروان ثابت على طول. الاول كنا بنلعب 4-3-3 فلات، حمدي والسوليه وديانج او حتى ديانج ومروان وحمدي والسوليه، اي حد كنا بنلعب الثلاثه فلات، ما كانش فيهم حد بيكمل في ال 18، ودي كانت مشكله كبيره جدا في الناحيه الهجوميه. كنا دايما بنلاقي تقصير في الناحيه الهجوميه، الاسترايكر والاثنين الطرفين بس، الثلاثي ده ما كانش حد بيكمل فيهم، اكتر واحد كان بيكمل عمرو السوليه طبعا وكان بيأديها بطريقه مميزه، ولكن ما كانش في استمراريه في الموضوع. اعتقد لا دلوقتي في فرق كبير جدا، على طول واحد زياده من نص الملعب بيكمل في ظهر الاسترايكر اللي موجود مع دخول الهاف العكسي اللي جوه، اعتقد فرق كبير جدا. رقم 2 اعتقد الاهم من ده كله والنقطه الايجابيه جدا ان تكمله الطرفين، كان على طول الاهلي بيطير الطرفين. لا انت بص، اما تبص الماتش اللي قبل اللي فات المصري، لما كان هاني بيروح كان علي بيقف، ولما كان علي بيروح بقى هاني بيقف، صحيح كتير قوي في التحضير، في كتير جدا في التحضير، الماتش بتاع خصوصا بتاع جورج سان جورج كنا بنحضر بثلاثه وهاني بيخش في القلب في نص الملعب، او علي معلول بيخش في نص يعني الكره من ناحيه اليمين. الطريقه الاخيره اللي بنشوفها ما بين جوارديولا ليفربول غالبا بيشتغل بيها دلوقتي، ان واحد من رباعي خط الظهر بيسقط في نص الملعب، ايوه بيسقط في نص الملعب عشان يزود عدد نص الملعب، فيقدر يخرج بالكره من على الارض وما يلعبش لونج بولز كتير. فاعتقد دي حاجات ايجابيه وباينه جدا في التكتكس بتاعت مستر كولر، وبنشد على ايده ونتمنى التوفيق والدنيا تمشي معاه اكتر من كده ان شاء الله. برايك في حراسه مرمى النادي الاهلي، الشناوي شوبير حمزه علاء ومخلوف؟ يعني قلتها قبل كده لما كنت معاك اخر مره وبكررها، انا شايف ان يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، مش عايزين نحسد، الدنيا ماشيه كويسه جدا، محدش ابتدى يتكلم زي الاول. انا عارف احنا اتكلمنا في الامر ده قبل كده، ولكن الاول كان في كلام ليه مش هتجيبوا حارس مرمى؟ نعم الاول كان في صداع في الحته دي، لكن دلوقتي اعتقد ان الدنيا
هديت شويه او سيتلد او يعني مستقره، بمعنى ان هي الناس شافت حمزه والناس شافت مصطفى شوبير والناس شافت الشناوي، يعني شايف الشناوي طبعا شايفه على فوق وشايفه مخلوف وشافت مخلوف، فبالتالي اصبح عندهم الراحه اللي تخليهم او شايفين كويس، فشايفين ان اللي جاي افضل. بص، وممكن يكون الناس برضو مش كده بس، ده الناس مستنيه امتى مصطفى شوبير يلعب. يعني انا كنت اتمنى مثلا مباراه زي بتاعه يوم الجمعه دي، ايه المشكله ان مصطفى يلعب؟ انت كسبان 3 لسه كنت هسالك عن التغيرات ممكن تحصل ممكن ولا لا؟ اكيد انا شايف ان ممكن الناس حتى مستنيه ان مصطفى يلعب، مش تقليلا من الشناوي، ولكن عشان ايه؟ عشان يدي الاثنين اريحيه في اللعب، ما يبقاش كل الضغط على الشناوي على طول، فلما يجي يبعد لا قدر الله لسبب اصابه او ايقاف أو أو, او 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 يبقى مصطفى بعيد عن الماتشات. صحيح، اعتقد دي حاجه اتمنى انها تحصل من يوم الجمعه اللي جايه. كل الناس شايفه دلوقتي ان حمزه علاء ما شاء الله من احسن حراس المرمى المتواجدين في مصر في سنه، باللعب حمزه هيروح في حته تانية، مصطفى مخلوف من احسن حراس المرمى موجودين في مصر في سنه، شوبير حدث ولا حرج، والناس كلها كانت بتقول ايه ده، طب انتوا مشيتوا علي لطفي وما جبتوش حد وانا بقول لك اهو، مصطفى يشيل ويسد وحمزه علاء يشيل ويسد، واعتقد الناحيه دي الى حد ما مقفوله، وان شاء الله هتتقفل لها بتاع 7-8 سنين ان شاء الله، مش هيبقى فيها رغي بعد كده. ماتش الجمعه هل تتوقع تغييرات؟ اعتقد هيبقى في راحه لبعض اللعيبه اللي لعبت كتير ورا بعض، مثلا ممكن انا ممكن يريح مثلا واحد زي امام عاشور، ممكن يريح واحد زي تاو، خصوصا ان احنا عندنا اريحيه في الناحيه دي، ممكن يريح واحد زي الشناوي، ما اعتقدش ممكن علي معلول ممكن يريحه، فانت عندك ممكن واحد زي محمد هاني يريحه ويبتدي بكريم عشان يبتدي يدي كريم ثقه في انه يبقى متواجد على طول، يعني اعتقد المفترض انه يريح لعيبه كتير، بس اللي ممكن يديك يعني ايه يقول لك لا، يعني ممكن ما يبقاش كده ان احنا الماتش اللي بعده بعد 8 ايام تقريبا او اسبوع، فممكن يقول لك لا عادي، طب ممكن يلعبوا يلعب الناس كلها فول تيم وانا احقق نتائج ايجابيه، ولكن انا شايف من وجهه نظري انه يدخل ناس جديده ما ابتدتش المباريات ويريح الناس اللي بتلعب على طول عشان يكسب لعيبه كتير في الموسم كله. اتكلمنا مع بعض عن انطلاقه الدوري، تفتكر الدوري السنه دي هيكون اقوى في المنافسه في القمه؟ القاع هيبقى ماشي ازاي؟ وسط الجدول من وجهه نظرك يعني؟ لا اعتقد ان القمه محسومه ان شاء الله، ان شاء الله ان الاهلي ومن بعديها يجي بيراميدز والزمالك بقى وفيوتشر مثلا، انما تحت هتبقى في وسط الجدول. اتفرجت على الماتشات كلها تقريبا؟ اتفرجت على الماتشات كلها؟ تقريبا كلها معظمها يعني تقريبا. طيب كلها. الفرق شايفها ازاي؟ يعني مين اقل الفرق من وجهه نظرك حتى الان؟ يعني ما هو انت فنيا لازم تيجي تتكلم فنيا. شايف ان المقاولين مش زي السنه اللي فاتت، انا شايف ان المقاولين مش زي السنه اللي فاتت خالص. غريبه برضه. غريبه جدا. شايف يعني بص، مع كل الضجه اللي حصلت للبلديه في اول مباراه، ومع احترامي طبعا للكابتن احمد وعبد الرؤوف وحبيبي واخويا وكل حاجه، ولكن الفرقه ما فيهاش خبرات كبيره برضو، خلي بالك الخبرات بتفرق كتير جدا، مش دلوقتي خبراتها تفرق في اخر الدوري، اخر 15 ماتشات، والضغط لما يبقى عليهم ضغط عالي في الهبوط والصعود والماتشات، وتلاقي الدنيا من الكهرباء هبان بقى ايه هنا القدرات بتاعه اللعيبه والثقات. اعتقد انما هم ماشيين لحد ما مش وحش، لما يخسر ماتش ويكسب ماتش ده مش وحش، ولكن انا بتكلم في على اللونج ران يعني. شايف ان فرقه زي يعني انا مش بنك طبعا مشكله كبيره وممكن تنافس على الهبوط من دلوقتي، الجيش بدايته كويسه جدا وما اتكلمناش عليه. انت تقدر تتكلم عن الهبوط من دلوقتي؟ ده خالص ما اقدرش ولا وبعد شهر واحد كمان بعد ما يحصل تغييرات كتير، لان في فرق بتقوى وفي فرق بتضعف. السنه اللي فاتت اسوان كانت ماشيه كويس اول حد نهايه الدور الاولاني، وقعت بعد الدور الاولاني ونزلت درجه ثانيه بالظبط، فانت ما تقدرش تحكم غير بعد الدور الاولاني ما يخلص، وخاصه بعد فتره الانتقالات بتاعه شهر واحد تقدر بعدها تحدد بقى هل استقدموا حد يشيلهم ولا مشوا حد تقيل. فانا شايف فاركو عندها مشكله كبيره من وجهه نظري برضو، مشت لعيبه كبيره وما جابتش ال بس كسبوا اول ماتش تهيألي. لا خسروا اول ماتش معانا، كانوا خسروا 2-0 عندهم في ملعبهم باين اعتقد. لا فاركو من مودرن. من مودرن اول مودرن ماتش خسروا 2-0 ولسه الماتش الثاني ما لعبوش. صحيح. انا شايف ان هم ما عملوش استقدامات بس كبيره، وفي نفس الوقت واحد زي محمود حماده يمشي برضو، يعني اعتقد ان
واحد من افضل اللاعبين الموجود عندهم. صحيح. فطبعا صعبه، ولكن برضو زي ما بيقولوا كده اهل مكه ادرى بشعبها، فاحنا ما نعرفش الراجل الخواجه البرتغالي ده ايه اللي في دماغه بالظبط، ويمكن يكون عامل فرقه كويسه او فكرهم ان هم يبيعوا بعد كده ويطلعوا لعيبه ويبيعوا، ده برضو فكر استثماري على اساس انها شركه، فلسه برضو مش باين لهم، ما لعبوش غير ماتش واحد. الاتحاد على كل المشاكل اللي فيه، المشاكل مش الاداريه، المشاكل يعني اللي حواليه، الاجواء اللي حواليه، ولكن كابتن طارق عامل فرقه كويسه جدا جدا جدا. الماتش الاولاني يعني مسكوا سيراميكا، عملوا عليهم حفله بصراحه. الماتش خلص 1-0 بس محمد بسام شايل اربع خمس تجوان، فدي برضو حاجه ايجابيه جدا للاتحاد السكندري. فرقه سيراميكا فرقه مميزه جدا وفرقه كبيره جدا، يمكن ما حلفوش التوفيق في اول مباراه، ولكن اللي جاي اعتقد فرقه سيراميكا من الفرق اللي هتقف على رجلها. فانت عندك الدوري في فرق كتير، بس هيبقى حاله التخبط جامده جدا في وسط الجدول. مين الحارس اللي لفت نظرك؟ زنفولي. زنفولي 1-2 النهارده احسن واحد في المباراه. الهدف الاولاني اللي دخل في زنفولي النهارده يعني ايه، الناس بتقول لك ده بثلاث ارواح، لا ده باربع ارواح، لا شال كتير، خمس ارواح بلديه يعني. يعني عايز اقول لك حاجه، النهارده زنفولي عامل جيم. انت مقتنع على فكره، قلت لي قبل كده، قلت لك من زمان، من زمان واحنا قاعدين فوق. صح. قلت لك عليه يعني من الحراس اللي بيعجبوني، واداؤه ثابت وما بيتغيرش، ومهما يقعد يعني لما كان في بيراميدز قعد سنتين ما لعبش، بعديها راح الدخان باين لعب وكسر الدنيا. السنه دي مكسر الدنيا. لا النهارده البلديه، انا اتفرجت على ماتش البلديه وسموحه. محمود ماهر جون كويس قوي. لا جون كويس، الجون البلديه جون كويس، جون البلديه النهارده، البلديه الشوط الاولاني تحديدا كان ممكن يتغلب 4-5. تمام. لا جون محمود ماهر، انا جون كويس جدا جدا. جدا. انا مش عارف ايمن الطويل جابه من المدرب الحراس، يعني طبعا تحيه ليه طبعا، وكابتن عبد الرؤوف ما يعرفش جه منين، بس الولد جون كويس جدا، عنده ثقه في نفسه كويسه جدا، بيعرف يلعب برجليه، عنده حسن توقع، سرعات رجليه كويس جدا جدا جدا. يعني اعتقد الولد ده ان شاء الله مع كابتن ايمن الطويل هيروح في حته كويسه. فهو حارس جيد طبعا زي ما قلت لك، زنفولي زي ما قلت لك، بسام في ماتش الاتحاد عمل مباراه هايله. يعني النهارده في اخطاء كبيره بتحصل من حراس كبيره، بس ده شيء طبيعي وبيحصل، والدنيا اعتقد عاديه. شايف ان يعني دول اكتر ثلاثه علموا معايا في اول جوله. ما فيش حد تاني لفت نظري. لا مهدي سليمان، سوري، مهدي سليمان عمل الاتحاد. مهدي سليمان عمل كورتين في مباراه سيراميكا، هايلين منها واحده بوكا خدها ورقص السيرد باك ولطشها في البعيده وعلى الارض وراحها بالطب، لمسها بطراطيف صوابعه، واحده تانية بالدماغ طلعها بطريقه مميزه. فاعتقد برضو ان مهدي عمل اسبوع كويس. فانت عندك مشكله، انت احسن ناس موجوده دلوقتي اعتقد زنفولي، محمود ماهر، بسام. اول اسبوع يعني، انا بقول لك على اللي انا شفته في الاسبوع ده بالظبط. المدرب اللي من وجهه نظرك السنه دي ممكن يعمل مفاجاه في الدوري، يعمل بوم كده في الدوري؟ عصام. عبعاطي. مجدي عبد العاطي. طبعا. عبد الرؤوف اعتقد. عبد الرؤوف البلدية ولع من قبل حتى اول مباراه، خاصه ان البلديه نادي جماهيري، فلما اي حاجه بتلمس بتلاقي الكلام فيها كتير. انت تقدر تحكم من اول ماتش ولا 10 ماتش. يعني عشان ليه يعني انت شايف انا شايف بص البدايات مبشره يعني. يعني انا شايف انه لا، هو مدرب كويس من ساعه ما كان في الزمالك، كان ماسك فرقه 2006 ناشئين. اعتقد الولد مدرب كويس، ماشي مع الاستاف بتاعه، عامر صبري وحسام اسامه ومحمد وايمن الطويل، ماشي معاهم في كل حته، واخدهم معاه من ساعه ما كان في الزمالك ناشئين، واخد الاربعه معاه في كل حته. فاعتقد دي حاجه ايجابيه جدا، حافظين شغله وحافظين دماغه، وهو عنده قدرات بصراحه تدريبيه كويسه جدا. شايف مجدي طبعا مع كابتن صاروخ ومع كابتن عصام عبد العظيم عاملين، او عبد الله رجب، الاربعه برضو مع بعض من ايام ما كانوا في انبي بقى بيلعبوا كوره. فاعتقد برضو دماغهم راكبه مع بعض، وعاملين موسم كويس السنه اللي فاتت في الدرجه الثانيه، واعتقد السنه دي بيقدموا حاجه كويسه. يمكن دول الاثنين اللي لفتوا نظرنا كبدايات، انما كل اللي متواجدين بقى قدام طبعا كابتن ميمي عبد الرازق مع فرقه زي الداخليه بيكسب اول مباراه انبي، والنهارده بيخسر بتروح روح 2-1، وكان ممكن يتعادل في الدقيقه الاخيره. رجل زعلت منه الحقيقه النهارده، هو يعني هو يعني راجل لطيف فعله يعني، راجل لطيف قوي وظريف يعني. انا عارف ان هو راجل لا يقصد، ولكن في الاخر يعني كان رد فعله صعب قوي على اجويرو. على اجويرو الحقيقه. انا شايف ان الناس الطيبه دي اللي لكن تعدي يا كابتن اللي لسانها على
اخيرا قبل ما اسيبك يا احمد، منتخب مصر هيلعب مباراتين وديتين في اكتوبر امام الجزائر وزامبيا. هترشح الثلاث حراس مين؟ شناوي ومين؟ طيب لحد دلوقتي ما فيش، هتلاقي احمد ومحمد، واعتقد انا من وجهه نظري لازم ياخد الزنفوري. احمد ومحمد شناوي، مش احمد ومحمد شناوي، ولازم ياخد معاهم الزنفوري، لازم ياخد الزنفوري. مش هيبص لصبحي في الزمالك؟ صبحي بداياته غير جيده، اذا كان الماتش اللي فات بتاع امبارح او ماتش بيراميدز بداياته غير جيده. انا بتكلم والله لا فير. والله فير. بلاش صبحي عشان ما يبقى يعني مثلا الشناوي انت قلته في بيراميدز، جنش يعني بعد خطا النهارده في الهدف اللي دخل فيه ممكن يستبعد للفتره القادمه، يعني ممكن هيبقى موجود في الصوره. خلي بالك اصل انا لما بجيب تجمع منتخب ما ببصش تحت رجلي، انا ببص لاول بطوله. اول بطوله، اول بطوله بعد ايه؟ اول بطوله بعد 4 شهور. فانا هيحصل تجمع دلوقتي، هشوف الحارس ده مره واثنين وثلاثه تحت عيني، وبعدين اجيب غيره وابص عليه مره واثنين وثلاثه عشان في الاخر استقر على حد. فانا شايف ان الفرصه الايجابيه الوحيده دلوقتي الراجل ده شاف بسام، الراجل ده شاف الشناوي، شاف احمد، وشاف محمد، شاف جنش، شاف 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 الجديد عليه زنفولي. الزنفولي خلي بالك من وجهه نظري احسن واحسن لاعب في الاسبوعين لحد دلوقتي زنفولي. والله العظيم انت النهارده لو اتفرجت يا كابتن اسلام على الماتش، عايز اقول لك مطلع حاجات 10 على 10. فيعني لازم انا من وجهه نظري زنفولي يكون متواجد في الـ في الـ في, الـ في المعسكر اللي جاي. انما طبعا في حاجات ثانيه بقى داخليه صعبه عندنا اخر واحد تمساح، دي حاجه ثانيه. نتمنى على رايك والله اخر واحد تمساح هو اللي كان موجود في البتاع. نتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف الحراس بشكل جيد خلال الفتره القادمه. اسالك على الماتشين اللي في اكتوبر، زامبيا والجزائر، يعني برضو اختيارات غريبه. لا مش قصدي، هو يختار زي ما هو عايز ويلعب زي ما هو عايز، بس ليه يوم 16؟ يعني انت عندك في يوم 17 وبعدين انت عندك اعتقد من يوم 9 الاجنده او ال 10 9 او 10 من 10 ل 17 خلاص، ما تلعب يوم مثلا 11 او 12 و 14 و 15 مثلا. ليه تزنونا؟ لو تزنونا احنا انا فاهم يعني ممكن يقول لك اصل دي عشان بس خلي بالك حاجات معينه للمنتخب الجزائري ومش عارف ايه والكلام ده. ممكن يكونوا هم بيلعبوا مثلا 12 او 13 وعايزين يلعبوا 13 و16، فانت برضو اصلها بتبقى حاجات محكومه. وبعدين كويس ما عملهاش 17 بيني وبينك، كان ممكن يعني يعذبنا زياده. هيعذبنا زياده بس لا 17 دي انت هتلعب 19 17 19 تقريبا. طب هتلعبها ازاي دي؟ ما مش عارف هتسافر يعني. ازاي هو اصلا الاتحاد الافريقي ازاي يحط ميعاد 19 برضو 10 الافريقي يعني صعب، وهو عارف ان التوقف من 10 ل 17 يحط مباراه يوم 19 برضو عليها علامه استفهام. يعني دي برضو وجهه ده يا راجل. لما مثلا هم بيلعبوا سي بيلعبوا في اليابان خلي بالك ده منتخب مصر بس ده بعد كده تخيل بقى بتفكر على رايك لسه بقى منتخب جنوب افريقيا بيلعب فين ومع مين؟ ما انا بقول لك منتخب تونس بيلعب فين ومع مين؟ مالي بيلعب فين ومع مين؟ المغرب بيلعب فين ومع مين؟ افرض بتلعب في اليابان صحيح. مش هقول لك في يعني انت بتلعب في اليابان هتيجي بكره 18 وتسافر النهارده عشان تلعب بكره 19. طب ازاي يعني؟ لازم يكون في نوع من الاتحاد الافريقي برضه اريحيه شويه بيعمل حاجات غريبه قوي وخصوصا مع النادي الاهلي. ماشي يعني مننا انا مالكش دعوه انت. لا انا تمام مش ماليش دعوه، ولكن هي غريبه، هي غريبه يعني. انا عندي من 10 ل 17 او من 9 ل 17 الاجنده الدوليه، اجي يوم 19 احط ماتش اتحاد افريقي والاجنده اجنده افريقيه، فانا ازاي اعمل كده؟ لا هي الدنيا عموما. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه ونتكلم شويه على الفنيات فقط. يعني انا بشكرك جدا يا ابو حميد على وجودك معانا، بستمتع الحقيقه وانت معايا. ربنا يكرمك يا كابتن. شكرا جزيلا. بستمتع اكتر طبعا وجودي معاك في حاجه يعني حاجه انا بحبها. ده شرف ليا يا حبيبي، ربنا يخليك. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل الاساتذه الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ محمود صبري في ضيافه البيت الجديد.